مختصر الأخبار. أهلا بكم إلى مختصر الأخبار. في جديد الحالة الوبائية بالمغرب، كشفت وزارة الصحة اليوم الأربعاء تسجيل 3351 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا. الفترة نفسها عرفت أيضا تسجيل 38 وفاة جديدة. أكد السفير الأمريكي بالمغرب ديفيد فيشر في تصريحات صحفية أن فتح الولايات المتحدة قنصلية لها في مدينة الداخلة سيساهم في دعم وتشجيع المشاريع الاستثمارية والتنموية بالمنطقة، مشددا أن الولايات المتحدة ستستفيد بشكل أكبر من الموقع الاستراتيجي للمغرب كمركز للتجارة في إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط. بمجموع 65 نقطة يحتل المغرب ممثلا بالمندوبية السامية للتخطيط المرتبة الأولى إفريقيا والأربعين دوليا في مستوى جودة وتفصيل البيانات المنشورة في منصته المركزية. التصنيف المنجز من طرف مرصد البيانات المفتوحة شمل 178 دولة اعتمادا على مؤشر البيانات المفتوحة. أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء أنها توصي بوضع الكمامات خلال تجمعات العائلات في عيد الميلاد واحتفالات نهاية السنة في أوروبا، محذرة من خطر كبير لانتعاش الوباء في أوائل سنة 2021. في خبر آخر، تعتزم شركة تويتر إغلاق منصتها لتسجيلات الفيديو المباشرة بريسكوب في مارس المقبل بسبب التراجع المضطرد في عدد المستخدمين. وكشفت الشركة في تدوينة أن السنتين الماضيتين شهدتا تراجعا في الاستخدام، متوقعة أن ترتفع التكاليف من دون شك مع مرور الوقت. نهاية مختصر الأخبار، في أمان الله. مختصر الأخبار.